السؤال الأول في هذه الحلقة، السائل الكريم يقول: هل يجوز لمحكم أن يتراجع عن حكمه وقراره إذا رأى حكما أفضل، خاصة أن التراجع كان مباشرة في أعقاب صدور حكمه؟ الجواب عن هذا جاء في كتاب عمر ابن الخطاب في القضاء لأبي موسى الأشعري. ماذا قال له؟ هذا الخطاب يعتبر مرجعية للقضاء ودستورا في هذا الباب. يقول: ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. مرة أخرى: ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. فلا حرج عليه في ذلك، بل ينبغي له أن يفعل وأن يبادر إليه إذا تحقق من خطأ حكمه السابق وأمكنه تدارك الأمر. وأسأل الله أن يلهمه رشده وأن يأخذ بناصيته لما يحبه ويرضاه. اللهم آمين.